شنغهاي مدينة دولية حديثة تتميز بخصائص صينية. وفي الحلقة السابقة قد شاركنا أهل شنغهاي في حياتهم اليومية، وقد تعرفنا النمط القديم والجديد في شنغهاي. وفي هذه الحلقة من سياحة في الصين سنأخذكم لتجربة أساليب الترفيه القديم والجديد في شنغهاي، وسنعطيكم دليلا كاملا لأجمل المعالم في هذه المدينة. معكم أوسالا، أهلا بكم في شنغهاي. كان شارع نانتينغ لو المعروف في شنغهاي القديمة بوول ستريت الشرقي يحظى بشهرة واسعة داخل الصين وخارجها، وإلى اليوم لا يزال يتمتع بلقب الشارع الصيني الأول. خامم، أين نحن الآن؟ في الحقيقة الشارع الذي أقف هنا الآن هو ليس شارع نانتينغ لو المعروف في ثلاثيات، بل هو صورة تبقى أصل له، أنشأته مدينة الأفلام بشنغهاي، وإنه أقدم وأشهر شوارع في هذه المدينة. تقع مدينة الأفلام بشنغهاي في منطقة سونجيانغ على بعد ساعة بسيارة من وسط شنغهاي، وقد صممت بطريقة مبتكرة ودقيقة كنموذج مصغر عن شنغهاي القديمة، حيث المباني الكلاسيكية والتماثيل الشمعية لنجوم السينما والتناقل بين أرجائها بدين تانغ تشو. دين تانغ تشو هو ترام قديم، وأثناء سيره يلمس السائق بقدميه الجرس المعلق في أسفل العربة فيصير عنه صوت دين تانغ، وهذا هو سبب التسمية. في ركوبنا الترام وعلى إيقاع جرسه أشعر وكأننا وصلنا إلى شنغهاي في ثلاثيات. إنها رحلة عبر زمان، حيث عبق التاريخ والماضي الجميل. أما عن خط سيره فيمر الترام بالشركات الكبرى الثلاث سينشي، يونغان وسينشين، إضافة إلى زقاق شيكومن ووايبايدو وفيلا مولر والكنيسة ذات القبة المدببة، وهو ما يجسد شنغهاي القديمة. هناك مخازن اللوازم المستعملة في التصوير التي تبهر الزوار، وقد استقبلت مدينة الأفلام المئات من فرق التمثيل والمشاهير مثل جاكي تشان وغيره من النجوم. إذا سمعت أصوات القنابل وتدوي الانفجارات فلا داعي للقلق، إنها إشارة إلى عملية تصوير جارية. لا يمكن لمدينة أن تتطور إلا إذا توفرت لديها شبكة مواصلات حديثة ومتكاملة، وقد حرصت شنغهاي على تحديث شبكتها الحديدية منذ تسعينات القرن الماضي، وسعت بقوة لإنشاء منظومة نقل حديثة وطنية، وهو ما أهلها لإحراز المرتبة الأولى في هذا المجال على الصعيد الوطني. تصل إلى لوجازي من البند الشهير، هناك كثير من الخيارات،
الباص المترو السيارة حتى السفينة، ولكن اليوم أنا أفضل الطريق من تحت نهر هونغجيانغ. هيا بنا. يقدم النافق البند السياحي الشهير عروضا متنوعة، فهناك جناح على قرار القطب الجنوبي، ومعرض للغواصات المائية، ومعرض باسم صدق أو لا تصدق، مما يمثل تجربة سفر خيالية. ويوجد أيضا جناح عرض بتقنية ثلاث الأبعاد، وهو ما يوفر متعة كبيرة للزوار. وحينما تتجول في هذا النفق الذي يمتد ل 647 مترا، تشعر وكأنك تحلق في عالم خيال أسطوري. النهر هنا ساحر جدا. أما العربة فمزودة بنظام صوتي هاي فاي من 6 قنوات، إضافة إلى المؤثرات البصرية المذهلة التي تخلق مناظر وصورا جميلة تتغير باستمرار، مما يستحوذ على انتباه الزوار. 5 دقائق فقط، وصلت هذه العربة من لادنت إلى لوجازة. إذا وصلت إلى شنغهاي لابد أن تجرب هذا النوع من المواصلات. لنذهب لزيارة هذه الفيلا معا. هل يمكنك أن تتصور أن هذه الفيلا هي هدية والد لابنته وتجسيد واقعين لحلمها؟ في عام 1919 استيقظت ابنة اليهودي البريطاني مولر على حلم ببيت خيالي، ومن ثم عمل والدها على تحقيق حلمها ببناء هذه الفيلا الفريدة. مع أن طرازها نرويجي، إلا أن الديكور الداخلي للفيلا يضم العديد من التفاصيل الصينية الخالصة. ازداد مولا ثراء بفضل التجارة البحرية، مما مكنه من زخرفة الفيلا على نحو يماثل باخرة مجهزة للإقامة. ومن السهل أن تتبع طريق عبر متاهة السلالم المعقدة. تحولت فيلا مولا إلى بوتيك هوتيل حاليا، وقد روعي عند تصميمه الإبقاء على ديكوره الأصلي، ويمكنك اليوم أن تنزل به إذا سافرت إلى شنغهاي.
بيد أن أسعاره مرتفعة إلى حد ما. لكن هل من طريقة أخرى لتجربة نمط الحياة الغربية في شنغهاي دون تكلفة عالية؟ طبعا، لعل الشاي ما بعد الظهيرة هو خيارك الأفضل. إذا كان لديك متسع من الوقت، فدع بعض أصدقائك إلى هنا، حيث يمكنكم قضاء بعض الوقت على أنغام الموسيقى الكلاسيكية المنبعثة من شرفة، والترويح عن أنفسكم بتذوق الوجبات الخفيفة الشهية في قلب الـ36 القديم أكبر مجزر في الشرق الأقصى، صممه مهندس معماري بريطاني في عام 1933، وجميع هياكله الخرسانية المبنية بالأسمنت المستوردة من Thank you.
مع مراعاة الشكل الأصلي للخواتم وصناعتها يدويا. أما عن فلسفتها الخاصة فهي ترى أن الخاتم مثل الحياة، يبدأ باختيار ويتطور بالتقديد وينتهي بالسعادة. 我想给她买一条项链，能够让她留住青春和美丽。那这样子的话，我们就可以为你妈妈量身定制一本书。المصممون العاملون هنا يصممون الحل حسب قصتك وطلبك. في فترة التسعينات من القرن العشرين توافد العديد من الفنانين في شنغهاي إلى الورش والمستودعات القديمة لمباشرة أنشطتهم الثقافية والإبداعية، واليوم تحتضن المدينة 87 منطقة للصناعات الإبداعية. بعد إعادة تشييده وعلى ضوء أنواره المتلألئة يستع من جديد مسرح يونفون بمسرحيته الشهيرة شانغهاي باند. تجمع المسرحية الموسيقية شانغهاي باند بين خصائص المسرحية الأوروبية والأمريكية، إضافة إلى ما تحويه من عناصر فنية صينية تقليدية. تحكي هذه المسرحية الموسيقية عن قصة الشاب يدعى شوانسيانغ وفضائل شانغهاي ليبني مستقبله، لكنه وقع في حب ابنة تاجر معروف اسمها فون شنجن بعد أن ساقه القدر لإنقاذ حياتها، وفي الوقت نفسه كان صديق مخلص قين لي الذي وقع أيضا في حب نفس الفتاة، مما قوّن علاقة حب معقدة بين الأطراف الثلاثة. عرضت هذه المسرحية لأكثر من 100 مرة
وتتراوح أسعار التذكرة ما بين 180 يوان إلى 880 يوان. وإذا ما أتيح لك فرصة الذهاب إلى شنغهاي فاحرص على الاستمتاع بهذه المسرحية التي تشكل بانوراما سمعية وبصرية تروي حكاية شنغهاي في تلك الأيام المجيدة. هنا يقع مركز شنغهاي المالي في كبرى المدن الصينية، وهو رمز الإصلاح والانفتاح في الصين. لم تعد الآن هذه الناتحة رمزا للمدينة أو شعارا على بطاقات العمل، بل غدت وجهة استثمارية مهمة لرجال الأعمال الصينيين والأجانب. ها هو أكثر الأماكن ازدهارا في شنغهاي، المركز المالي في لوداتي. يقع برج لؤلؤة الشرق على رأس شارع لوتازوي في حي بوتون بجانب نهر هونبو، يبلغ طوله 468 مترا، وهو أعلى برج تلفزيوني في آسيا وثالث أعلى برج في العالم ومعلم رئيسي للمدينة. إذا أردت أن تتحدى الخوف الداخلي فلابد أن تأتي إلى هنا، برج لؤلؤة الشرق، حيث يمكنك أن تشاهد المناظر الجميلة على ضفتي نهر هونبوجيانغ وأن تشعر بإثارة ماشي على السحاب. افتتح الممر الزجاجي المعلق في برج لؤلؤة الشرق أمام زائرين رسميا في الأول من مايو عام 2009، وهو يتيح للزائرين إطلالة رائعة على نهر هونبو بزاوية رؤية مقداره 720 درجة. أنا أقف الآن على ارتفاع 259 مترا، لقد أصبح المنظر هنا بديئا جدا، فيمكنك أن ترى برج تشينغماو وبرج شنغهاي المالي العالمي بوضوح، ولكن إذا نظرنا إلى الأسفل، يمكن لكل متر مربع من زجاج المعلق أن يتحمل أكثر من طنين، لهذا لا تقلق على سلامتك. ومع ذلك فإنما أقف على الزجاج يتملكني شعور بالخوف وأشعر أن ساقي تكاد تقتلني. فعلا إنه بناء مدهم جدا ويمكنك أن تقفز هنا. لاي دايلا يسعى بون إيغا با لاي خلاي إي آر سن ياي. ما الذي ترغب في لقائه أكثر؟ ليدي غاغا لا مشكلة، دافيد بيكهام لا مشكلة أيضا، فان بين بين، كل هذه الأمور لا تعتبر مشكلة هنا. يعد متحف مادام توسوز من أشهر متاحف الشمع في العالم ومقره الرئيسي في لندن، وله فروع في أماكن مختلفة منها هونغ كونغ، نيويورك، شنغهاي وغيرها. ويضم متحف مادام توسوز في شنغهاي 7 أجنحة، ويعرض أكثر من 70 تمثالا شمعية لمشاهير مثل ياو مين، جوردن، جاكي تشان، توم كروز وبروس لي وغيرهم. بالمقارنة مع المتاحف الأخرى، يتمتع متحف مادام توسوز في شنغهاي بأحدث وسائل تكنولوجيا وأكثر أنشطة تفاعلية في العالم. مرحبا بكم في هذه الحلقة من سياحة الصين، معكم أو زعلان وخي جون، أهلا بك في شنغهاي. عرض المتحف مؤخرا تماثيل شمعية لأبطال الفيلم الأمريكي المنتقمون. لا سمحتم، هل أنتم زوار لهذه المدينة؟ نعم. ومن أين جئتم؟ من مصر. من مصر. أهلا بكم، مرحبا، ما رأيكم لشنغهاي؟ جميلة جدا. أنا دي خامس زيارة لشنغهاي، أنا أحبها جدا. أهلا بكم في شنغهاي. 1، 2، 3. تعد التماثيل الشمعية لزائر انتباعا لأنه أمام شخصيات حقيقية من لحم ودم، لكن كيف تنحت هذه التماثيل الشمعية؟ يعد صنع التماثيل الشمعية عملية طويلة تبدأ بأخذ المقاس فالنحت وعمل القالب
ثم لصق الشعر على فروة الرأس والتنظيف، ويستقرب التمثال الشمعي واحد 6 أشهر. وقد بات صنع التمثال الشمعي وعرضه في متحف مدام توسون حلماً للمشاهير. ويمكنك أيضا أن تصنع قالبا ليدك وتأخذه إلى البيت كهدية تذكارية خالدة. أوه، حار قليلا. رائع جدا. كلما غربت الشمس وأضيئت المصابيح الزاهية، باتت شنغهاي مدينة لا تعرف النوم. لا يزال لحن أغنية الليل شنغهاي يتردد على مسامع الشباب. ومع مرور الأيام شهدت شنغهاي تغيرات كبيرة، لكن سحر لياليها الحالمة دوما ما يبهر زائريها بجنونها وأنوارها المتلألئة وما تعيشه المدينة.